الطيران الحربي الروسي ينفذ غارة جوية في محيط النقطة التركية بمنطقة شيرمغار في ريف حماة الغربي. الأمم المتحدة ترسل 35 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب عن طريق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن عن التصدي لمحاولة تسلل للقوات الروسية الخاصة على محور الحاكورة بسهل الغاب غرب حماة. الجيش الوطني يعلن إيقاف 200 مطلوب خلال الحملة التي أطلقها قبل يومين لمكافحة الفساد في مدن وبلدات منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون. منظمة العفو الدولية تقول إن السلطات اللبنانية رحلت نحو 2500 لاجئ سوري قسرا خلال الأشهر الثلاث الماضية، ودعت الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل. وفاة طفلين سوريين وإصابة آخرين جراء انهيارات أرضية مفاجئة وقعت على حافة جدول مياه في قضاء إرغلي في ولاية قونيا وسط تركيا. الرئيس البرازيلي يعلن رفضه مساعدة مجموعة دول السبع لإطفاء حرائق الأمازون، ويعتبر فكرة تشكيل ائتلاف دولي لإنقاذ غابات الأمازون بمثابة التعدي على سيادة البلاد.